وللحديث عن القلق الدولي والغربي من تحول العراق إلى منتج لحبوب الكبتاجون المخدرة معنا من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. ماذا يعني الرافدين؟ حياك الله دكتور، حياك الله. ماذا يعني تحويل بريطانيا جزء من كبير من أنشطتها بالتحالف الدولي بالعراق إلى مكافحة تجارة وتهريب المخدرات؟ أكرر أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبقناة الرافدين التي فضحت وتفضح ذيول إيران في العراق ومن لف لفهم تجار المخدرات وتجار البشر. أخي الكريم، بعد أن استفحلت تجارة المخدرات لأجهزة الدولة، قسم من أجهزة الدولة وميليشياتها بالتعاون مع بعض الميليشيات الموجودة في سوريا وفي إيران، أصبح العراق مرتع لهؤلاء القتلة لقتل الشعب العراقي بالمخدرات وبتجارة البشر. ولذلك أصبح الأوروبي ليس خوفا على العراقي أو السوري أو السعودي، وإنما أصبحوا يخافون على أنفسهم بعد أن كثير من الدول في السعودية والإمارات بدأت تحارب هذه التجارة، ومن ثم هؤلاء التجار سيسلكون طرق أخرى إلى أوروبا. ولذلك بادرت أوروبا وبالذات بريطانيا وأرسلت وزير الدولة لشؤون الأمن للتفاوض والنقاش بين العراق حول هذا الموضوع. وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة مع الأسف الشديد أنه صارت محادثات بين رئيس الوزراء والوزير البريطاني، واتفقوا على أن لا يتفقوا في محاربة الإرهاب. بريطانيا ستحارب هذا الشيء خوفا من وصولها إلى بلادهم، ولكن الحكومة مكبلة بالميليشيات التي تحكم الإطار التنفيذي، الإطار اللا إطاري في العراق. لعله اتفاق شبيه بذلك الذي عقده السوداني مع رئيس النظام السوري والذي لم يترجم على الأرض الواقع بطبيعة الحال، يعني لا أحد يعترف ب... نعم نعم نصا وروحا. أخي ذولي ليس لهم كلمة وليس لهم مصداقية وليس لهم موثوقية. هؤلاء قتلة مأجورين في العراق. لا يمكن الاعتماد عليهم في أي شيء. ولذلك إنه الحكومة، حتى وكالة بلومبرغ البارحة أو قبل البارحة أيضا قالت تقرير كامل عن هذه الكبتاجون وغيرها، بأنه أصبحت آفة تقتل العراقيين وأصبحت آفة تقتل السعوديين وغيره. نعم، بالنظر إلى هذه القضية وكما جرى وتقول الأخبار أو قرأنا في الأخبار أن هناك انزعاج أوروبي وبريطاني منها، ماذا تتوقع أن تفعل هذه الأطراف لمحاربة هذه الظاهرة ولحماية دولها من ذلك؟ أنا أعتقد ستتخذ إجراءات كلش حازمة ضد هؤلاء القتلة والرب، لأن أخي الآن كثير من الطرق حتى معبر البوكمال حصيبة أصبح يشهد كثير من التجارة الغير شرعية في هذه الجانب ومن جانب إيران. ولذلك نشوف الأوروبيين سيدافعون عن أنفسهم بأي طريقة،
بأي طريقة ضد هؤلاء القتلة. كيف يمكن للأوروبيين أن يطلبوا العون من حكومة السودان التي لا تستطيع أن تحمي شعبها من هذه المخدرات؟ أنا أعتقد ستتخذ إجراءات قاسية وبنفسها ضد هؤلاء القتلة إذا تجاوزوا الحدود التي تهدد أمن واستقرار البريطاني أو الأوروبي. دكتور نعم لضرب هذه الأوكار. نعم دكتور، النسب التي يجري الحديث عنها، نسب المتعاطين سواء من شريحة النساء أو الشباب أو عامة أبناء الشعب العراقي، نسب كبيرة في الحقيقة، ولعل الوقوف عليها يحتاج بالفعل إلى تعليق من جنابكم. في العراق. نعم في العراق. نعم 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 أصبحت تقريبا ما يعادل 40-50% من المدمنين في العراق مع الأسف الشديد على هؤلاء، على هذه المادة القاتلة للشعب العراقي المسكين. يا أخي سياسة ممنهجة دكتور. إذا سياسة نعم لهؤلاء سيذهبون إلى هذه الأشياء. البطالة مقنعة، البطالة منتشرة، المخدرات منتشرة، القاذورات منتشرة، الجنس منتشر وهكذا، والردينة منتشرة. فماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ نعم. وهؤلاء القتلة يذبون أو يرسلون أو ينشرون هذه المخدرات داخل المجتمع العراقي حتى هم يقومون بكل أفعالهم. نعم. الرذيلة. أشكرك جزيلا أستاذ العلاقات الدولية والأكاديمي من لندن الدكتور نعم الراوي. شكرا.